حياكم الله مشاهدينا الكرام، نحييكم من شاشة تلفزيون البحرين بهذه الحلقة الخاصة واللي تم تخصيصها تقديرا واعتزازا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية اللي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المغربية الشقيقة، واحتفالا بعيد العرش المجيد وهي المناسبة الوطنية اللي تحتفل فيها مملكة المغرب في 30 من يوليو من كل عام بمناسبة ذكرى مبايعة الملك محمد السادس لتولي عرش المملكة المغربية. نعم فواز، ما يربط بين البلدين مشاهدينا والشعبين الشقيقين البحريني والمغربي يعد نموذجا استثنائيا للعلاقات الثنائية المتميزة والضاربة جذورها أعماق التاريخ، وهي العلاقة اللي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من لدن سيدي جلالة العاهل المفدى أيضا الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وفي هذه الحلقة بالتحديد الخاصة مشاهدينا الكرام راح تكون لنا وقفة مع المحطات التاريخية ما بين البلدين وما يجمع الشعبين من روابط متينة. خلكم معنا. تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية علاقات تاريخية قوية تشهد تطور ونماء في مختلف المجالات، ومملكتنا دائما تحرص على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع المملكة المغربية. الله يحفظ المملكتين الشقيقتين اللي علاقتهم الأخوية دائما في تطور إلى مستويات أشمل وأوسع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. خلونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير اللي راح يسلط الضوء على هالعلاقات العريقة ما بين البلدين. مملكة البحرين والمملكة المغربية علاقات أخوية وتاريخية تربط المملكتين الشقيقتين، والتي دعمها ورسخها حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية للنهوض بهذه العلاقات والمضي بها قدماً لتصبح نموذجاً للعالم أجمع. تتميز هذه العلاقات بالعديد من السمات والخصائص في التفاهم المتبادل والتضامن الثابت بشأن القضايا الوطنية انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط الوطيدة والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي بالإضافة إلى تاريخها العريق. هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المملكتين وتجسد عمق العلاقات الراسخة بينهما وحرصهما على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون، منها الطابع الخاص الذي تتسم به علاقات قيادتي ومسؤولي المملكتين حيث لم تنقطع الزيارات والاتصالات المتبادلة، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها، وذلك بما يضمن تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين وخدمة مصالحهما الحيوية. يعتبر النموذج البحريني المغربي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف محل تقدير واستئناس على الصعيد القاري والدولي، كما أن القرار الصادر عن المملكتين عام 2000 بتشكيل اللجنة العليا المشتركة والاتفاقيات الكثيرة التي تجمع الطرفين تعكس بدورها عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، فيما ترتكز هذه العلاقات على حوالي 62 نصاً قانونياً بما في ذلك اتفاقيات التعاون الفني وتعزيز وحماية الاستثمارات. يشمل التعاون الثنائي العديد من المجالات لا سيما الأوقاف والشؤون الإسلامية والتنمية الإدارية وحقوق الإنسان، ومع افتتاح قنصلية عامة لمملكة البحرين في أكبر مدن الصحراء المغربية اتخذت العلاقات بين المغرب والبحرين التي لطالما كانت متميزة منذ عقود خطوة جديدة في عملية توطيد الشراكة المتميزة بين البلدين، وهذا الحدث التاريخي يعطي دون شك دفعة جديدة للتعاون متعدد الأبعاد بين الدولتين الشقيقتين اللتين لطالما ترجمتا الأقوال إلى أفعال عندما يتعلق الأمر بقضاياهما الوطنية الحاسمة.
مشاهدينا بالحديث عما يجمع البحرين والمغرب من علاقات أخوية متينة تتدفق مشاعر الأخوة والمحبة والمودة لدى الشعب البحريني تجاه المغرب قيادة وشعبا فواز. بالتأكيد هي وبالنسبة للمغربيين لا شك بأنها مناسبة وطنية عزيزة. نعم. يجدد من خلالها الشعب المغربي الشقيق بيعتهم لملكهم، ويتجدد أيضا خلالها التأكيد على متانة الالتحام بين العرش المجيد والشعب المغربي. واهتمامنا احنا بهذا اليوم ينبع من روح العلاقة القوية اللي تجمع قيادتي البلدين، ويسرنا بالتأكيد ويشرفنا ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا سعادة السفير مصطفى بن خي سفير المملكة المغربية في مملكة البحرين. أهلا وسهلا سعادة السفير، ونتشرف بوجودك معنا. أهلا وكل عام والمملكة المغربية الشقيقة بألف خير. كل عام وانتم بخير. شكرا كثير على الدعوة. يا مرحبا سعادة السفير. في مستهل لقائنا معك سعادة السفير، كيف تصفون تطور العلاقات البحرينية المغربية على مدى التاريخ حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من رقي وازدهار وتضامن في جميع المواقف؟ نعم. العلاقات المغربية البحرينية هي علاقات كانت دائما متميزة جدا، لأنه كانت تحظى دائما برعاية متميزة جدا من قيادة البلدين. نعم. الآن ما نلاحظه وما نسجله وهذا الاهتمام وهذا الرعاية والعناية الكبيرة اللي كيوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهم الله لهذه العلاقة، وهما كتربطهم أواصر أخوة ومحبة واحترام وتقدير كبير. العلاقات البحرينية المغربية هي علاقات متينة تتطور بهدوء بثبات، والبلدان تحدوهما رغبة وإرادة في الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة ومنسجمة. نعم. لبلوغ هذا الهدف لازم علينا نشوف الأطر القانونية المنظمة لهذا التعاون والآليات القائمة المنظمة لهذا التعاون. الموجود يجب أن نصونه ونعززه، ولكن يجب أن نبحث أيضا في استكشاف آفاق جديدة من خلال البحث عن قطاعات تعاون استراتيجية، قطاعات استراتيجية للتعاون جديدة، والبحث كذلك عن إرساء آليات جديدة لهذا التعاون. نعم. هذا العمل الآن احنا بصدده، ربما نعيد مع الإخوان البحرينيين لاتفاقيات جديدة فيما يخص قطاعات استراتيجية جديدة عددها 3 إن شاء الله بإذن الله، هذو اللي نشتغلوا عليهم حاليا. نحن بانتظار يعني الظروف تتهيئ لنعقيد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى. وأنا حبيت نقول بأنه الآن الترسانة القانونية اللي تنظم العلاقة ما بين البحرين والمغرب فيها 61 اتفاقية. هذه 61 اتفاقية المفروض أنه تعمل لها واحد المراجعة، لأن لابد هناك حصيلة، لازم تكون هناك يكون هناك تقييم للحصيلة. غادي يدعونا لمراجعة الاتفاقيات، في بعض الاتفاقيات اللي لازم تتفعل، في بعض الاتفاقيات اللي لازم التحديث ديالها والتطوير ديالها، وربما في بعض الاتفاقيات اللي لازمها اللي ربما تحتاج انه تلغى. نعم. في نفس الوقت لازم نعزز هذه الترسانة باتفاقيات جديدة ملائمة للتطورات. ما يسري على الاتفاقيات يسري على الآليات. يعني لابد أن نصل إلى إرساء آلية حديثة مرنة وذكية. نعم. لنقفز ولنرتقي بالتعاون المغربي البحري إلى مستوى علاقة استراتيجية اللي قلت لكم عليها أنه كان
نحب أنه كنأمل أن تكون منسجمة ومتكاملة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. سعادة السفير، المملكة المغربية اليوم تعيش في أمن ورخاء وازدهار بفضل قيادة الملك محمد السادس. لو أنا حابة أن أسأل، هذا اليوم تحديداً أو هذا العيد ما أهميته كذكرى طبعاً وطنية بالنسبة إلى الشعب المغربي الشقيق؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، لأن حبيت لو تكرمت تخلوني أعطي تعريف يعني هاي عيد العرش. يعني شنو عيد العرش؟ هو اليوم اللي نخلد فيه ذكرى تربع الملك على العرش. نعم. الاحتفال بهذا الذكرى ابتدى سنة 1934 في عهد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس جد الملك محمد السادس أطال الله عمره. أطال الله. وكانت الاحتفال في المناسبة في الذكرى السابعة لتربوه على العرش. هذا اليوم اللي غنحتفلوا اللي كنحتفلوا به الذكرى هذه اليوم تتصادف او عيد العرش اليوم كيصادف الذكرى 22 لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس على العرش. عيد العرش كيعرف بعد الاحتفالات وبعد المناسبات الرسميه يمكن ابرزها اربعه. نعم. كاين فيه احتفال رسمي كيترأسه صاحب الجلالة نصره الله في القصر الملكي، كيستقبل فيه شخصيات يعني مغربية عربية دولية بحضور يعني أركان الحكومة إلى والرسميين المغاربة، ويتم خلاله يعني توشيح بعض المتميزين من قطاعات مختلفة اللي اداو واحد العمل واحد الخدمه او حققوا واحد الانجاز. هذا الاول. ثاني هناك خطاب العرش، هو الخطاب اللي كيوجه جلاله الملك للامه واللي كيتنقل عبر مواج الاذاعه وشاشات التلفزيون، كيستعرض فيه جلاله الملك الوضع في البلاد، برامج مشاريع حصيله والنظرة المستقبلية والسياسة تبع المغرب، يعني لا بالنسبة لا بالنسبة على المستوى الوطني ولا على المستوى يعني الجهوي والقاري والدولي. صحيح. المناسبة الأخرى هي حفل أداء القسم كيترأسه جلالة الملك أيضا. نعم. وهذاك الخريجين المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية كيجيو كيديو القسم أمام صاحب الجلالة، كيقول كلمة صاحب الجلالة وكيطلق عليهم اسم الفوج، ومن بعد كتم ترقيات الضباط الساميين. من بعد كاين حفل الولاء واللي هي مناسبة كيتم فيها تجديد البيعة، تجديد البيعة للملك من طرف وزير الداخلية والولاة والعمال والمنتخبين عن الجهات والعمالات والأقارب، وذلك يتم بحضور رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، أعضاء الحكومة، مستشارين الملك، يا صاحب الجلالة ورؤساء المؤسسات الدستورية. نعم. وشخصيات عسكرية ومدنية أخرى. نعم. إذن هو يوم وطني بامتياز. بامتياز. صحيح. أنا فقط اقتصرتكم على يعني الاحتفال يعني المناسبة اللي ترأسها صاحب الجلالة. جلالة الملك محمد السادس. سعادة السفير أيضا كيف تنظرون اليوم لمجالات التعاون ما بين البلدين سياسيا وأمنيا واقتصاديا وغيرها من المجالات اللي بالطبع انطلقت من قواعد صلبة وضعتها قيادتي ومسؤولي البلدين؟ هو التعاون ما بين العلاقات ما بين المغرب والبحرين ترتكز على ثلاث محاور. فيه محور التشاور اللي فيه السياسة، فيه محور التضامن فيها السياسة كذلك، فيه محور التعاون هنا كيجي الاقتصاد. خليني نقول لك بأنه بما يخص التشاور السياسي ولا التضامن، صحيح، احنا في الأوج. يعني هادو مسار هادو يعني محورين يعني فيهم يعني كيحققوا نتائج يعني
ساتيسفيزونت، يعني احنا مرتاحين لانه مستوى التضامن، مستوى التشاور بين المغرب والبحرين في احسن حالاته. صحيح. بالنسبه للجانب الاقتصادي، هون التعاون ربما عندنا يعني انه علينا نشتغلوا اكثر فيه، لانه لما كنرجعوا مثلا لحجم التبادل التجاري كنشوفوا بانه احنا الان 121 مليون دولار، بعد ما كنا وصلنا في 2014 200 مليون دولار. نزلنا حتى 70 مليون دولار، الان احنا ولينا انه ندفع، وصلنا ل 120، يعني انه صححنا الوضع ونتمنى على الله نصحوه اكثر. لما نشوف حجم الاستثمار تبع البلدين، يعني نشوفه بانه لا يرقى الى المستوى المطلوب. هذا الجانب الاقتصادي، العلاقات الاقتصاديه لازم يلزمها شغل، وهذا اللي قلناه يعني قبل قليل، انه لازم ننظر الى قطاعات استراتيجيه جديده اللي غادي تجعلنا انه نرفعوا يعني من وتيره العلاقات الاقتصاديه ومن حجمها. صحيح. بما يعني يناسب مستوى العلاقات السياسيه بين البلدين. علاقات سياسيه هي يعني انا قلت في الجانب التشاوري، احنا التشاور موجود مستمر ومنتظم، والتضامن هذا في احسن حالاته، اكبر دليل عليه والموقف الحكيم والشجاع لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله فيما يخص الصحراء المغربية، وموقف دائما كان داعم، توج أخيرا افتتاح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون يوم 14 جانفي 2020، بعد ما جلالته كان صدر يوم 13 جانفي مرسوم 84 لسنة 2000 بفتح هذه القنصلية في الصحراء المغربية. صحيح. سعادة السفير، احنا بالتأكيد متواصلين معك، ولكن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الرباط الدكتور عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية. مساء الخير دكتور، وكل عام والمغرب الشقيق بألف خير. الحمد لله، مساء الخير، وأولا شكرا على الاستضافة، وتحية أخوية من المغرب وإلى السفير المغربي في البحرين، وتحية خالصة لكل المشاهدين الكرام في التلفزة البحرينية. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، علاقة البحرين بالمغرب علاقة طويلة وممتدة وتاريخية، وهي في تنامي مستمر. ما هي القواسم المشتركة دكتور اللي تجمع البلدين؟ ولله الحمد، علاقات ثنائية مغربية بحرينية هي علاقات تاريخية. لا بد من التذكير بأن المغرب من أول الدول التي اعترفت بدولة البحرين بعد استقلالها في 15 غشت 1971، وتم فتح سفارة البحرين بالمغرب سنة 1997، وسفارة المغرب في المنامة سنة 1988. ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين الدولتين تتعزز في كل المجالات، وفي أساسا في العلاقات السياسية والدبلوماسية، كما ذكر السيد السفير المغربي المحترم. نعم. بحيث أن في ما يسمى بقضية الصحراء المغربية، فإن دولة البحرين تدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية كباقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها فتحت قنصلية عامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية منذ 14 جانفي من السنة الماضية. وهذا يبين على أن البحرين ولله الحمد والمغرب يتقاسمان علاقات احترام متبادل ودعم وتضامن عربي إسلامي دولي في مواجهة كل المخاطر من التدخل الأجنبي من كل نوع في تلك المنطقة، منطقة الخليج، وكذلك في مواجهة الإرهاب الدولي في منطقة الشرق الأوسط. إذن المغرب له موقع جيوستراتيجي مهم، وهو بين أوروبا والقارة الإفريقية، والبحرين كذلك دولة لها موقع جيوستراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج، وتعتبر
من المحطات الأساسية في النقل البحري والتجاري في تلك المنطقة، وما يميز العلاقات الاقتصادية كذلك بين الدولتين أن المغرب له اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2006، وكذلك البحرين له مثل هذا الاتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2007. إذن هناك تقارب في وجهات النظر على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وفيما يخص العلاقات الاقتصادية كما قال السيد السفير المغربي، مع الأسف هي لا ترقى إلى ما وصلت إليه العلاقات السياسية والأخوية بين البلدين وبين صاحب الجلالة محمد السادس والعاهل البحريني والشعبين. إذن نحن في المغرب نتوقع أن ننمي هذه العلاقات وهذه المبادلات التجارية، لأن هناك إمكانية ضخمة لتعزيز هذه العلاقات التجارية والاقتصادية، ولا ننسى العلاقات الأمنية لأنها مهمة، والمغرب معروف بخبرته في المجال الأمني وهو يدعم كل دول مجلس التعاون الخليجي ومع البحرين كذلك، لأن كما قال صاحب الجلالة في سنة 2016 في ذلك الاجتماع الخليجي المغربي بأن هناك تحالف بين الطرفين يقوم على وقوف المغرب إلى جانب دول الخليج في مواجهة الأخطار التي تهددها مقابل دعم خليجي للمغرب في قضية الصحراء. إذن هناك مصير مشترك وهناك رؤية مستقبلية واضحة بين البلدين، ودائما المغرب ولله الحمد له علاقات متميزة مع كل دول مجلس التعاون، وإذا كانت هناك مشاكل ظرفية في المغرب دائما يتخذ مواقف إيجابية للوسطة ودائما لدعم الوحدة العربية والإسلامية في تلك المنطقة. لا شك، نعم، العزيز علينا. نعم، ونحن أيضا يعني دكتور عبد الحفيظ نعتز بالمغرب قيادة وشعبا. الدكتور عبد الحفيظ والعلو نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، وعودة لك سعادة السفير. تفضل. أنا غير باش نرجع للموضوع ديال العلاقات الاقتصادية، لأن في واحد النقطة قلناها أعتقد هو دور القطاع الخاص ودور المهنيين في تنمية هذه العلاقات. أعتقد في البلدين، لا في المغرب ولا في البحرين، السلطات عملت على إصلاح وتطوير القوانين المنظمة للاستثمار، وما بقى وجعلت من البيئة الاستثمارية بيئة جذابة وجاذبة. إذا ما بقى على الإخوان يعني في القطاع الخاص والمهنيين في كلا البلدين إلا ينخرطوا في هذا الجهد اللي عملوه الدولتين اللي كتعملوا الحكومتين من أجل يعني الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. نعم. إلى الأمام. نعم سعادتك، نحن في مملكة البحرين نكون كل الاحترام والتقدير أكيد إلى الجالية المغربية اللي تساهم بلا شك في المسيرة التنموية. بودي أن أسأل كيف تنظر إلى العلاقة بين البلدين ولكن على المستوى الشعبي؟ سبحان الله العظيم، هذه يعني حتى قبل ما أجي للبحرين ومن زمان وأنا طالب يعني، وكنا نتعرف على طلبة بحرينيين، كنا نلاحظ ديما بأنه هناك سهولة في التواصل ما بين المغاربة والبحرينيين. نعم. أكيد هناك يعني عناصر الدين واللغة، ولكن ربما هناك أشياء أخرى مرتبطة بالثقافة بالتربية، مرتبطة بالقدرة الإلهية، ما عارفش يعني. هناك سرعة في التواصل. صحيح. يعني فريدة من نوعها يعني. سبحان الله العظيم يعني. نعم. المغربي يرتاح للبحريني بسرعة والبحريني يرتاح للمغربي بسرعة. في علاقات اجتماعية، تعرف مساهرة، فيه كثير من الإخوان البحرينيين مناسبين يعني مع أسر مغربية يعني في الاتجاهين، يعني سواء بحريني مزوج مغربية أو العكس. نعم. صحيح. في هذا الجانب اللي حكيت لك في الأول تبع البعثات الطلابية، وهذا عنصر مهم جدا يعني في التقريب أكثر وأكثر بين الشعوب وثقافات الشعوب، وهذا استفدنا منه أكثر في علاقتنا يعني الاجتماعية ما بين البحرين وما بين المغرب.
الجالية المغربية هذه مناسبة جدا باش نحييهم من هذا البرنامج ومن تلفزيون البحرين ونتقاسم معهم أفراح هذا العيد السعيد. وحنا وهذه مناسبة أيضا باش نشكروا السلطات البحرينية بمختلف تخصصاتها على العناية الخاصة اللي كتوليها للجاليات الأجنبية بصفة عامة، ولكن أنا دوري نحكي على الجالية المغربية. نعم. اللي لم أتلقى يوما يعني شي شكاية معينة يعني أنه يعني ناس يعني مش راضية على المعاملة تبع السلطات، لا الناس كلها يعني مرتاحة والحمد لله. إحنا شفنا هاي التجربة تبع ديال وباء كورونا وشفنا كيف الجالية المغربية أحضات يعني بنفس يعني النصيب كمواطنين بحرينيين. نعم. عملوا توما اللقاح يعني وكانت العناية اللي تخصت لهم يعني في مستوى العناية اللي تخصت المواطنين البحرينيين. وإحنا ما نقول جالية مغربية، شكرا كثير السلطات الصحية البحرينية، البحرينيين في البحرين، أهل المغرب بحرينيين في البحرين. هما يقولوا نفس الشيء والله، يقولوا لما يجي هما يشعروا بنفسهم مرتاحين ويقولوها هنا ويقولوها في المغرب يعني. نعم. يعني بلد واحد، الحمد بلد لله واحد، بلد واحد، عندك كيقولوا يعني شعب واحد في بلدين، في بلدين يعني وكأنه يعني. اي والله صدق سعد، مع احترامنا لخصوصيات الشعب البحريني والخصوصيات، والخصوصيات يعني تزال لما يكون المحبة موجودة في القلوب ما بين الشعبين الشقيقين. سعادة السفير، يعني انت تطرقت الى الاحتفال الرسمي في المغرب. نعم. بتولي العرش، ودنا نتعرف على الاحتفال الشعبي في ذكرى تولي الملك محمد السادس عرش اسلافه الغر الميامي. نعم، يعني هو كإجراءات العادة ربما الآن يعني الظروف الوبائية ربما تغيرت الأمور، بس وإحنا صغار نتذكر بأنه الاحتفالات لا تقتصر على الإدارات والقطاعات الرسمية، بس تمتد لكل أطياف الشعبية، وعلى امتداد يعني التراب المغربي تنظم حفلات وتنظم احتفالات، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة بكل ما كتستحق يعني من تقدير يعني وحب المغاربة. يعني نتذكر في المدارس يعني سواء في المدن أو في القرى أو في الأرياف أو حتى في المطار في المناطق النية، كان يوم عيد ديما ولا زال يعني يشكل يوم فرحة كبيرة عند المغاربة الكل يعني. نعم سعادة السفير، طبعا باستماعنا لما توجهت به وتفضلت به، طبعا ندرك تماما أن العلاقة بين البحرين وبين المغرب يمكن تعدت المفاهيم السياسية، تعدت المفاهيم يمكن الدبلوماسية إلى ما هو أعمق بكثير. هل من كلمة أخيرة تحب أن توجهها عبر شاشة تلفزيون البحرين بهذه المناسبة؟ هو يعني نحن فخورون جدا بعلاقتنا مع مملكة البحرين الشقيقة. لأنه أنا قلت لك يعني على مستوى قائدي البلدين هناك أواصر قوية من المحبة والتقدير والاحترام والأخوة. على مستوى الشعبين احنا لسه حكيناها يعني. صحيح. هناك يعني أواصر وعلاقات قوية يعني اجتماعية. في علاقتنا السياسية احنا مرتاحين جدا، في علاقتنا الاقتصادية احنا على الأقل دخلناها في منطق الطموح، صرنا الآن طموحين للارتقاء بها العلاقات الاستراتيجية. ما يمكن الواحد إلا يكون يعني مرتاح وفخور يعني بهذه العلاقة، وهذا الشيء يدل على شيء إنما كيدل على الحكمة ديال قائدي البلدين وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، يعني يثبت تقريبا كل يوم. نعم. بقراراته بتوجهاته بسياساته برؤيته أنه واخذ البحرين إلى مصاف الدول الكبرى على جميع المستويات. إحنا نشوف بأنه البحرين تتغير تتقدم كل يوم كل ساعة كل دقيقة، وهذا يعني مصدر فخر واعتزاز لنا إحنا كمغاربة وذا أكيد كعرب وكمسلم. نعم. نتمنى التوفيق للبحرين، نتمنى التوفيق للشعب البحريني بإذن الله. يعني شكرا على هذه المشاعر النبيلة سعادة السفير، يعني نحن كبحرينيين يسرنا كثيرا أن نشارككم هذه الفرحة، وشرف كبير وعظيم أيضا أن تحل علينا ضيفا على شاشة تلفزيون البحرين الشاشة الوطنية. شكرا جزيلا لك، لك كل الشكر وعظيم الامتناع على قبولك الدعوة سعادة السفير مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية في مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، فرصة طيبة. أهلا وسهلا. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل معكم بقية فقراتنا.
عندك ناس وسط الاسواق غني اشعل علي انا من الناس واشعل الناس مني افعل الخير تنجو واتبع اهل الحقايق لا تقول يا ابني كلمة الا ان كنت صادق لا تقول يا ابني كلمة الا ان كنت صادق خذ كلامي في قرطاس واكتب وحرز علي اشعلي انا من الناس واشعل الناس مني شوية من ارض مكناس ثلاث ما تغني اشعلي اشعل حد من حد افهموا دي إشارة ثم قول مبين ولا يحتاج عبارة اشعل حد من حد افهموا دي الإشارة وانظروا كبر سني والعصا والغرارة انظروا كبر سني والعصا والغرارة هكذا عشت في فاس هكذا هوني هوني اشعلي انا من الناس واشعل الناس مني مشاهدينا تزخر ثقافة المملكة المغربية برصيد ثري من الفنون والثقافات المختلفة والزائر بيكون محاط أمام خيارات كبيرة ومتعددة من الموسيقى والطرب وباقي الفنون المختلفة وهذا التعدد الثقافي ليس في الواقع سوى صورة مصغرة عن مجتمع فسيفسائي انصهرت في مختلف الحضارات من آلاف السنين بالفعل هي يعني لو نبي نتكلم عن الفنون المغربية وتعددها أتوقع يعني يبي لنا حلقات مطولة بس عشان نتكلم عن فن معين لأن في كل واحد منهم في تشعب وفي جمال وفي بحر عميق من الاختلاف الجميل والمتنوع أيضا راح نتكلم أكثر عن هذا الفن مع الفنان الكبير الأستاذ أحمد الجميري مساك الله بالخير يا أبو خالد ويا مرحبا فيك مساكم الله بالنور شكرا فيكم يا أهلا وسهلا فيك أستاذنا أبو خالد طبعا تذكر شويخ من أرض بكناس في البداية يا ريت تخبرنا عن علاقتك بالمغرب علاقتي بالمغرب طبعا من وانا صغير اول ما سمعنا يما لا لا ولا لا يا نيناني سمعنا اغنيه لها ايقاع خليجي والصفقه الخليجيه وقلنا شنو هذه من وين فعرفنا اننا من المغرب ابتدينا نتابع الغناء المغربي يعني من ذيك البدايه وسمحت لي الفرصة في سنة 77 أن أشارك في مؤتمر الموسيقى العربية مع المجمع العربي للموسيقى اللي موقع في القاهرة ولكن أقيم في الدار البيضاء قصدي في الرباط في المغرب كان أول حضور لي وشفت أول مرة يعني أحضر حفلات الموشحات الأندلسية وقعدت مع كبار الفنانين اللي يعرفون تاريخ الغناء الأندلسي واستمعنا إلى فرق موسيقية واحتكينا بالعازفين الموسيقيين المغاربة اللي لطيفين جدا 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 واستمعنا إلى أصوات لقينا المغرب الكل يعرف يغني فيه الكل صوته حلو يعني فتفاجأت وطبعا منها
تعرفت على بعض المطربين هناك، وبعدين في القاهرة تعرفت على حياة الإدريسي ورجاء بن المليح وعزيز الجلال وسميرة سعيد، ومنين نعيمة سميح اللي غنت ياك جرحي الأغنية العظيمة، وغنت من كلمات الشيخ عيسى بن راشد واقف على بابكم وأبدعت فيها. فالحقيقة اكتشفت في المغرب يعني جمال الشعب، الشعب طربي، يحب كلهم يحبون الطرب يعني، ومن الناس اللي محافظين على الطرب، لذلك تلاقي عندهم كثير من المطربين والمطربات، كثير كثير لا يعد ولا يحصى. وكذلك رحت بعدين في مؤتمر الشباب، ملتقى الشباب العربي، وغنيت والله في وادي كبير وحضور شيء كبير، غنينا في وادي يتردد فيه الصدى مر في أي مدينة ودونا، وغنيت فيه يعني هذه الكلام قبل لا أغني شوية من أرض مكناس، كنت أغني أغاني بحرينية يعني أغاني وأغاني الصوت، نعرفهم على فن الصوت وفن البستات الغنائية اللي عندنا، وكانوا يتفاعلوا مع كل الفنون على فكرة من الوطن العربي، يحبون الجميع. وكذلك شاركت في افتتاح خط طيران الخليج أعتقد في 89 أنا مع سميرة سعيد في الدار البيضاء في حفل خاص بافتتاح الخط. ويعني هالزيارات الثلاث أو كذلك في زيارة رابعة بس ما متذكر يعني عرفتني على حتى على الأكل مالهم، الكسكسي اللي لما يجيبونه باللحم وبالطريقتهم شيء رائع 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 رائع. نعم، وهم أهل كرم وأهل فن الصراحة. فعلا لا شك. أستاذ أحمد، بودنا لو نتكلم عن القصائد المغربية وعلاقتها بالأغنية المغربية. ولا القصائد المغربية اللي في هم عندهم لغة عربية خاصة بهم صعبة علينا، لكن عندهم يكتبون بلهجة قريبة للعربية الفصحى، مثل الشاعر أبو الحسن الششتري، هذه عاش من 500 سنة وله قصائد صوفية، والأخ الفنان خالد الشيخ حصل عليه في مكتبه هنا في البحرين، حصل عليه في كتاب قديم حسب ما قال لي إن مجلة تهتم بالشعر الصوفي تصدر في طنطا في مصر، وخذ منها عدة أغاني، منها الأغنية أنا اللي غنيت شوية من أرض مكناس، ومنها كل ما كنت بقربي، وكثير كثير يعني لحن لمطربين مختلفين هني في الخليج، علي عبد الستار و ايش اسمه ذي عبد المجيد عبد الله، كلهم غنوا من كلمات هذا الشاعر، والحقيقه شعر جميل جدا يعني، هو صوفي ولكن يعني على حداثه، شيء جميل مع انه كاتبه من 500 سنه. صحيح. أنت ذكرت أبو خالد عن علاقتك الشخصية بالفنانين والأدباء أيضا في المملكة المغربية، هل لا زالت هذه العلاقة مستمرة؟ هل هناك أعمار ربما تكون أيضا ما بين فنانين البحرين وفنانين المغرب في المستقبل؟ والله يعني الاتصال بهم صعب يعني، وايد بعيدين عنا. أنا عندي دائما اتصال يعني اللي نلتقي بهم في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة كل سنة في شهر نوفمبر. نعم. ألتقي بفؤاد زبادي، فؤاد زبادي هذا فنان مغربي لكن متخصص في غناء لون من الغناء المصري اللي غني محمد عبد المطلب. نعم، الموشحات. متخصص في غناء محمد عبد المطلب، صوته بالضبط مثله. ويغني أغاني ثانية، وفنان يعني كل سنة من جماله وجمال أدائه وجمال صوته وشخصيته، كل سنة يشارك في مهرجان الموسيقى العربية. نعم. هذه ألتقي معاه دائما، والتقيت أنا بشعراء هني في البحرين في شاعر التقيت معاه، ولكن يعني صعب التعامل مع النصوص مالتهم شوي صعب، يبي واحد مغربي يعرف له
يقدر يعبر عنها أكثر. الكلمات المغربية نفسها شوي ممكن تكون فيها صعوبة نوعا ما، اللهجة المغربية المفردة نفسها. المغربية تحتاج إلى يعني شخص يمكن متخصص أو مثل ما ذكرت يعني مغربي. إيه علشان يلحنها وإن نغير فيها تكون قريبة يعني تكون مفهومة شوي. صحيح. لكن إن شاء الله في محاولات في إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. الفنان الكبير الأستاذ أحمد الجميري كل الشكر والتقدير لك. مشاهدينا بكل مشاعر الحب المتبادلة بين الشعبين الشقيقين أكد أبناء الجالية المغربية المقيمين في مملكة البحرين اعتزازهم الكبير بوطنهم المغرب وما يشهد من تقدم وإنجاز كبير على جميع المستويات. وأيضا يا هيا عبروا عن مشاعرهم الصادقة والنبيلة في حبهم لمملكة البحرين وما تشهد العلاقة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور كبير. زميلنا يحيى العمري زار سفارة المملكة المغربية وعد لنا هذا التقرير، نتابعه معاكم وبالتأكيد راجعين المشاهدين. بكل حب واعتزاز يحتفل أبناء الجالية المغربية في مملكة البحرين بعيد الجلوس 22 لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، مقدرين ومعتزين بما وصلت له العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور وتناغم كبيرين في مختلف المجالات. عيد العرش هو عيد المغاربة كاملين بنحتفل به كل سنة، رغم بعدنا على الوطن دائما بنتذكر هذا اليوم لأنه هو بيجدد لقائنا بالملك بتاعنا، بيجدد لقائنا بالعرش بالتحام العرش مع الشعب، فهذا يوم عندنا ما بيتنسي يعني، فيوم مهم في كل بيت مغربي داخل البلد وخارج البلد. الاحتفال ديالنا في بلد في مملكة البحرين لأن مملكة البحرين والمملكة المغربية مملكة واحدة، فالحمد لله العلاقات أكثر من أخوية ومع سنين طويلة مو عاد اليوم، والحمد لله تزيد يوم عن يوم بالتلاحم بين العرش والشعب وبين المملكة المغربية ومملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة نصره الله. فدائما الترابط موجود اقتصاديا ثقافيا تاريخيا من زمان، وهذا بيشرفنا وإحنا بنعتز بالإقامة ديالنا في هذا البلد الطيب. في السفارة المغربية كنحتفلوا بالذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وهذه المناسبة عندها رمزية كبيرة بالنسبة للمغاربة وخصوصا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالبحرين والخارج. كنعتزوا بالعلاقات اللي كتجمع البلدين الشقيقين والعلاقة اللي كتجمع خصوصا الملك محمد السادس نصره الله وأخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله. احنا اليوم مغاربة مقيمين بالبحرين فرحانين بزاف هذه المناسبة، وكنشكروا البحرين على استقبال ديالها وعلى حسن المعاملة ديالها وإن شاء الله في تقدم. أبناء الجالية المغربية في المنامة شاركوا إخوانهم في الرباط أجواء الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة المهمة لجميع المغاربة، مؤكدين اعتزازهم بوطنهم وما بات عليه من نماء وتقدم وتطور شامل، متمنين للمغرب دوام التقدم والازدهار. اليوم وبالذات من سفارة المملكة المغربية بمملكة البحرين، احنا كجالية مغربية نشارك الفرح مع الجالية المغربية الأخرى بالاحتفال 22 على مرور أو تربع الملك محمد السادس نصره الله على المملكة المغربية. سنوات مديدة تذكرنا بالتطوير المستمر والتنمية المستمرة لهذا البلد العظيم. طبعا احنا كمغاربة نفتخر جدا بالبلد ديالنا وبالتطوير المستمر اللي كنشهدوه في كل سنة طبعا، وعلى العلاقات الوطيدة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين والعلاقة الأخوية بين الملك محمد السادس نصره الله وملك البحرين جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة. طبعا من هذا المنبر احنا كنقول مبروك للجالية المغربية، مبروك لكل مغربي في كل بقاع العالم على هذا العيد. إرث كبير للعلاقات البحرينية المغربية أكده هذا التبادل الكبير لمشاعر الود والتآخي بين الشعبين الشقيقين، والذي أسس له
قادة كلا البلدين من خلال توافقات وزيارات عديدة وناجحة أثمرت ترابطا وتعاضدا يعتز به قادة وأبناء البلدين في جميع المحافل وجميع المناسبات. من العاصمة المنامة إلى العاصمة الرباط يحتفل أبناء الجالية المغربية بعيد العرش، عيد جلوس جلالة الملك محمد السادس، معبرين عن تقديرهم لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة في مختلف المجالات. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. بالتأكيد العلاقات التي تجمع شعب مملكة البحرين بشعب المملكة المغربية علاقات وطيدة وتكبر يوم بعد يوم، وتؤكد عليها المشاعر المتبادلة ما بين المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. نتابع معاكم مشاهدينا أيضا هذا اللقاء اللي أعد الزميل يحيى العمري. بمناسبة عيد العرش المجيد أغتنم هذه الفرصة لأقدم التهاني والتبريكات لملك البلاد محمد السادس نصره الله، وأتقدم كذلك بأخلص المتمنيات للأسرة الملكية الشريفة، وأن يحفظ الله ملكنا وولي عهده والشعب المغربي والأمة الإسلامية. نحن كجالية مغربية مقيمة في البحرين نعتز بانتمائنا لوطننا المغرب الحبيب لما يوفره من شروط التنمية المستدامة ومن بناء مستقبل الأجيال والأوراش الكبرى المفتوحة في بلدنا. هذا يشرفنا، ومن جملتها مبادرة التنمية المستدامة. ونعتز كذلك بتواجدنا في هذا البلد الشقيق مملكة البحرين الشريفة، ونقدم يعني أسمى عبارة الشكر والتقدير لصاحب الجلالة ملك البحرين ولأسرته الشريفة وإلى الشعب البحريني كله لما نحس به ونشعر به من استقرار ومن احترام ومن طمأنينة هذا البلد. نسأل الله أن يديم عليكم وعلينا جميعا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار. كما نشكر السفارة المغربية على ما تبذله من جهود للمحافظة على أواصر الصداقة مع مملكة البحرين، وعلى التواصل مع الجالية المغربية، وعلى جودة الخدمات الإدارية والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. مشاهدينا، تمتلك المغرب رصيد متقدم في المواقع التراثية المسجلة في اليونسكو برصيد 9 مواقع، منها الثقافية والطبيعية ومنها المدينة التي تضم أقدم جامعة في العالم. نعم فواز، وأيضا يحظى التراث في المغرب بأهمية بالغة كونها العنصر الرئيسي لذاكرتها وثقافتها. نتعرف على تاريخ الاهتمام بالتراث المغربي في التقرير التالي. هي امتزاج الحضارات التي قل ما يجود بها التاريخ، وتراث ثقافي متعدد المشارب، فلا ينفصل التراث عن المملكة المغربية الذي تعده العنصر الرئيس لهويتها وذاكرتها، حيث أولى المغرب تاريخيا اهتماما قويا بالتراث يعود إلى العام 1912، تاريخ نشر الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على المواقع والنقائش التاريخية. ومنذ هذا التاريخ عرف التشريع المغربي تطوراً ملحوظاً توج بإصدار مجموعة من النصوص التشريعية الحافظة للتراث. وكان العام 2015 شاهداً على ما توليه المغرب من رعاية واهتمام بالتراث، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن قائمة الدول الأفريقية التي تتضمن أكبر عدد من المواقع التاريخية
التي تدخل ضمن التراث الإنساني العالمي، وجاءت في صدارة الترتيب المملكة المغربية. وتضم قائمة اليونسكو 9 مواقع على قائمة التراث العالمي، كانت أولها مدينة فاس عام 1981، وتضم المدينة جامعة القرويين، وهي أقدم جامعة في العالم ما زالت تعمل حتى الآن، وشيدت في العام 859 ميلادي، وتخرج منها كثير من رموز الدين والعلوم والأدب العربي، وكانت آخر المنضمين إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو من المغرب الرباط خلال العام 2012، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في المغرب بعد الدار البيضاء. مشاهدينا، سجل حافل من العلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة اللي تربط مملكة البحرين بالمملكة المغربية، والتعاون والترابط والتلاحم بينهم يعد علامة بارزة في مسيرة العلاقات الثنائية الوطيدة، وبالفعل نموذج مشرف لأواصر الترابط بين الدول. أكيد فواز، مملكة البحرين مشاهدينا والمملكة المغربية تربطهم مواقف كثيرة في مختلف المحافل، والجميل أن حتى الشعبين مرتبطين في بعض ومشتركين في الطيبة وفي الكرم والأخلاق. واليوم عندنا مثال حي يثبت تعلق وحب الشعب البحريني للشعب المغربي، وصرنا أن ينضم لنا عبر سكايب الباحث والمفكر الدكتور نوح خليفة، راح يحدثنا أكثر عن ذكريات مسيرته التعليمية في المغرب وعلاقته بالمملكة المغربية. مساء الخير دكتور نوح. في البداية، شو الكلمة اللي حاب توجهها بمناسبة احتفال الذكرى 22 لتولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية؟ نسيكم بالنور ونمسي بالخير على جميع مشاهدي تلفزيون البحرين، وهنا
صاحب الجلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني ملك المملكة المغربية بيوم عيد العرش وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم بالمملكة المغربية، كما يعني أهنأ الشعب المغربي بهذا اليوم المجيد وبنتاج هذا العهد الميمون للملك محمد السادس الذي وضع المغرب في صدارة الدول العربية الحداثية وميز المغرب بالتقدم والمكاسب الوطنية الجمة وبالنهضة الشاملة. كما أريد وأغتنم هذه المناسبة وأغتنم هذه الفرصة لأنوه بمشاعر الاعتزاز اللي يعني نلمسها في سيدي حضرة صاحب الجلالة اللي يعني يكنها لهذه المناسبة ذكرى عيد العرش يوم تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش الحكم، وما يكنه يعني جلالته من محبة وتقدير كبيرين لهذا اليوم المجيد. أريد أن أشير إلى أن الأراضي المغربية ووسائل الاتصال المختلفة والإعلام الرسمي بالبلدين يعني شهدوا احتفاء العائلين بذكرى هذا اليوم المجيد من تاريخ المغرب، وكذلك يعني المغرب يشهد لقاءات مستمرة بين العائلين في الأعياد الوطنية للمملكة المغربية تخللها أيضا استذكار سيدي صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى للتطور اللي يعني شهد المغرب في العهد الميمون لجلالة الملك محمد السادس. وهنا أريد أن أشير إلى ارتباط هذا اليوم يوم يعني يوم اعتقل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم في المملكة المغربية في العام 1990، وفي العام نفسه أيضا تقلد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم أيضا في مملكة البحرين. هذه العام وهذه الذكرى الوطنية سواء في مملكة البحرين أو في المملكة المغربية عرفت ب انطلاقة كبيرة لإصلاحات سياسية ومشاركة شعبية شاملة ونهضة ديمقراطية. وهذه اليوم الوطني واليوم عيد العرش في المملكة المغربية والعيد الوطني للمملكة البحرين عرفوا بهذه مثل هذه الانطلاقة الديمقراطية، لذلك العاهلين يجمعهم هذا القاسم المشترك وهو هذا الالتقاء الديمقراطي، هذه بداية عهدهم بداية نهضة ديمقراطية وتطور وإصلاحات واستهر البلدين، عرف البلدين التقاء العاهلين مثل هذه المناسبات باستمرار. طبعا أريد أن أشير أيضا إلى بروز ملامح التقدم والنهضة في البلدين، تبوء المملكتين مكانة مرموقة كبلدين عربيين حداثيين ويعني ديمقراطيين بكل ما يميزهما من مشاركة فاعلة ومنظومة حقوقية ونهضة ثقافية ومن إرادة أيضا ملكية فاعلة نحو التحديث والتطوير منذ تبوء صاحبي الجلالة الحكم في بلديهم. دكتور نوح، بودنا تخبرنا عن ذكرياتك الجميلة وتعاملك مع الشعب المغربي الشقيق أثناء مسيرة دراستك بالمملكة المغربية. أيام لا تنسى، أيام اللي قضيتها في الرباط لإتمام دراساتي العليا وحصولي على درجة الدكتوراه اللي يعني حصلت عليها في العام 2017، يعني أيام ما زالت تعيش فيني. المملكة المغربية والشعب المغربي مكانة كبيرة في قلبي،
تتعاظم في المكان يوم بعد يوم، كلما لمست أثر أغلى وأعز أيام حياتي الفكرية اللي عشتها بالرباط على مسيرتي الفكرية الحالية. يعني الشعب المغربي شعب على درجة عالية من الرقي ومن الثقافة ومن يعني العلم والدراية بأحوال أمته. يعني الشعب المغربي شعب متفاعل مع أحوال أمته، وتذكر قوة الحمية الوطنية والعربية اللي يتميز بها الشعب المغربي في مختلف الظروف اللي استدعت من الشعب المغربي أنه يتفاعل مع قضايا أمته أثناء فترة معيشتي في الرباط. كذلك أريد أن أنوه بأن شعب المملكة المغربية شعب حيوي، شعب على دراية أيضا بأخبار ومستجدات الأحوال اليومية في مملكة البحرين. وأنا أتعرف على أخبار بعض الأخبار التطورات اللي تحصل في مملكة البحرين من خلال الشعب المغربي، من عامة الشعب في أثناء معيشتي اليومية. يبهرني هذا الشيء، يبهرني معرفتهم بأخبار بلدي. وأيضا لاحظ أن الشعب المغربي كل يعني محبة كبيرة لملك مملكة البحرين، ولاحظت أن الشعب المغربي يتابع باهتمام بالغ زيارات سيدي صاحب الجلالة إلى المملكة المغربية، ويتابعها بتقدير ويتابعها بمحبة، ويعني ويلمس الشعب المغربي روح الأخوة اللي تجمع العاهلين، وأيضا بالتأكيد يلمس النهضة اللي تحققت في عهد العاهلين، العاهل يعني المفدى سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية، يتمتعون بشعبية كبيرة ومحبة كبيرة من الشعبين البحريني والمغربي. ويعني وهذه العلاقات الوثيقة والوطيدة اللي تجمعهم في محل اعتزاز وتقدير كبير من الشعبين، هذه ما لمسته من الشعب المملكة المغربية. أريد أن يعني أنوه أيضا بأن يعني في يعني معرض حديثي عن أيامي في المملكة المغربية، حيوية الشعب، شعب المملكة المغربية، وأصوات الحياة بالرباط، حراك الناس ودور الفكر وحركة المواصلات والمهرجانات في المغرب الثقافية والشعبية والفنية ما زالت تعيش فيني. ما زالت أصوات المغرب تعيش فيني، وحراك أهالي المغرب وكل مكونات المغرب. تأثرت كثيرا عندما انقطعت صلتي المباشرة واليومية باللهجة الدارجة المغربية باللغة الفرنسية ومختلف اللغات اللي يعني كنت أكتسب مفرداتها بالمعايشة عبر الجامعات والشعب وفي المقاصد اليومية. الأربع أعوام اللي عشتها بين ناس المغرب من أساتذة جامعيين إعلاميين وزملاء دراسة ورجال ثقافة وسياسة وفكر، وعموم هذا الشعب المضياف اللي يتميز بالرقي وبالأصالة، ما زالت تعيش فيني. حياتي في المملكة المغربية كانت حافلة بين جامعات المغرب وبين منتديات الفكر والثقافة، بين مؤتمرات وندوات واحتفالات ثقافية وأدبية وخطابات فكرية تتجاذب وتتلاقى فيما بينها. وما أريد أن أقول أن من كبر وعمق الفكر والثقافة والحراك الإعلامي والسياسي والثقافي في المملكة المغربية لن يكفي عمرا كاملا من العيش في المغرب
للاكتفاء من إمكانياته الجبارة. ويعني ما زلت أتطلع للمزيد من الخطوات المتقدمة لاكتساب المزيد والمزيد من الإمكانيات من مدرستي الفكرية بالمملكة المغربية، وأتطلع لتمازج قواي الفكرية بالقوى الفكرية بالمملكة المغربية. الباحث والمفكر الدكتور نوح خليفة، شكرا لك على مداخلتك معنا. مشاهدينا، السياحة في المغرب لها طعم خاص ومميز، لأن بلد الثقافات المختلفة بما يحويه من المزيج الكبير بين الثقافات، وتقدر تستمتع في كل مدينة ومنطقة ممكن تزورها لأنها متنوعة ومتعددة. يعني باختصار تقدر تروح لها مع أهلك وعيالك وحتى أصدقائك، بتقدر تسوي كل البرامج اللي تحبها. والله من واقع تجربة كل شيء في المغرب جميل يا هيا، يعني أجمل شيء أيضا الشلالات والواحات الخضراء الكبيرة والطبيعة، وحتى صحراء المغرب أيضا مختلفة. توقعي شوف شلون، يعني ممكن تزورينها وتشوفينها وتقضين معاها مع الأسرة أجمل الأوقات. هالوصف أعتقد صار الكل خاطره يسافر ويروح ويزور احنا المغرب. تحت الهواء كنا نقولنا بنروح المغرب، والحين بعد حتى المشاهدين معنا ودهم يتمتعون بالطبيعة الساحرة في المغرب. نعم. فريق البرنامج عد لنا هالتقرير عن السياحة في المغرب، شوفه معاكم. المغرب بلد الجمال والمناظر الطبيعية الجميلة الفريدة، الوجهة السياحية العالمية بفضل ما تملكه من مقومات فريدة في السياحة، مثل السياحة الجبلية وسياحة المدن العريقة والسياحة الدينية والسياحة الرياضية. المغرب بسبب موقعه المميز في القارة الأفريقية وانفتاحه على البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى كونه واحد من بلدان الوطن العربي، قدر أن يكون البلد المضيف للعديد من السياح العرب والأجانب، لأنه بلد يقع بين العالمين العربي والأفريقي، وشعبه متمسك بشكل كبير بالعادات القديمة والتراث المغربي الأصيل برغم ظهور بعض مظاهر الثقافات الغربية. كل مدن المملكة المغربية ساحرة وخلابة، وتاخذك إلى عالم آخر من الهدوء والجمال، وكل مدينة تمتاز بمعالم سياحية جميلة تجذب كل سياح العالم على مدار السنة. أفضل مواسم السياحة في المغرب يمتد من شهر مارس إلى شهر مايو، لأن تتميز هذه الفترة بالجو المعتدل والجميل في المدن المغربية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة، بالإضافة إلى طقس دافئ ومريح للسياحة بشكل عام. مشاهدينا، هي علاقات تعاون مثمر وتضامن فعال تجمع بين المملكة مملكة البحرين والمملكة المغربية، بالإضافة إلى أواصر أخوة عميقة صادقة ومحبة متبادلة. بالفعل يا حي، جهود وإسهامات كبيرة قدمتها المملكتين لتدعيم العلاقات الأخوية، وذلك حرصا على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وصلنا وياكم مشاهدينا لنهاية البرنامج الخاص لمشاركة إخواننا وأهلنا في المملكة المغربية احتفالات الذكرى 22 لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد.